بمناسبة عيد رمضان المبارك نهني قناة سامرة ونهني كادر قناة سامرة، وعيد مبارك عليهم وعيد سعيد إن شاء الله، وكلها أفراح دائمة، ويجعل الخير على العراقيين كله يعم إن شاء الله، ويعم الأمن والسلام والأمور كلها إن شاء الله صراحة أحسن، وتشكل الحكومة ونخلص من هاي المشاكل همينة، وماكو غير الخير إن شاء الله. وألف مبروك لكل العراقيين أجمعين. شلون أجواء العيد بالنسبة لباب الأجواء؟ العيد محترمة الحمد لله والشكر، أمان موجود والأمور زينة، وماكو غير الخير بالنسبة لباب. إن شاء الله عيد الخير والبركة على العراقيين وعلينا كلنا أجمعين. نتمنى الله يستر والعافية من الله كل شيء ما أريد. أي والله. يعني العيد شلون؟ حضرنا الكريش للعيد، طلعنا سوقنا للعيد، عش عندنا غير هذا العيد بعد؟ ما عندنا شيء. عيد فطر مبارك على جميع أمة محمد وعلى المواطن البالغ بالخصوص، على القوات الأمنية، وإن شاء الله أمن وأمان على عراقنا الحبيب. والله أمنياتنا أن يكون سعداء في هذا العيد، إن شاء الله يختلف عن كل الأعياد السابقة، يعم الأمن والأمان على عراقنا الحبيب. واجبنا من الصبح لليل إن شاء الله ماكو تعب، ما طول مواطننا مرتاح، ونقدم خدمة للمواطن، هي هذه أهم واجباتنا. كل عام وانتم بألف خير، والشعب العراقي كله بألف خير، إن شاء الله يا رب يعم الأمن والسلام، ودوم هاي الجماعة على طول يا رب العالمين. أهم شيء الأمن، كل شيء ما نريد. والله هو كل الأمنيات كلها نفسها، هي الأمن والأمان، كل شيء ما نريد. والله الله يخلصنا بس من داعش، كل شيء ما نريد. خلصنا إن شاء الله. والله العظيم كل شيء ما نريد. زين أجواء العيد شلونها ببابل يعني؟ شوفوا. يتخبل. كلش حلو. يعني اهم شيء احنا عندنا، اهم شيء يعني الامانه، اهم شيء هنا يعني من نطلع احنا يعني نشوف امن يعني من كل الجهات، وامان يعني من تطلع براحه، ماكو شيء ضايقك، ماكو شيء، لا اجواء تخبل والله، وماكو شيء يعني يفرق، بالعكس العيد اللي كان هذا احسن من ذاك، كل عيد يصير افضل، كل عيد يصير افضل. هني أقاربي وأهلي وإخواني والشعب العراقي، نتمنى لهم الأمن والأمان والسلامة. أمنياتكم بالعيد؟ هي ما الأمن والأمان للعراق والشعب العراقي، ما عندنا أمنيات، إحنا أمنياتنا كلش هابطة. زين شلون تشوفين يعني أجواء العيد هاي السنة عن السنوات السابقة؟ ماكو تغيير، نفس الشيء، للأسوأ مو للأحسن، نحن شعب للأسود مو للأحسن. طيب تتأمنون أنه يصير خير إن شاء الله بالبلد؟ والله ذا نفس الوجوه ونفس اللي انتخبوهم، ماكو تغيير، نفس الشيء، نظل لي ورا، ماكو تقدم. زين أجواء العيد وين تروحون؟ والله إحنا بالنسبة لنا ما نطلع بالبيت، ونروح لأهل أقارب نزور أهلنا، ماكو غير. يعني هاي العادات التقاليد؟ أي طبعاً. كل عام وشعبنا العراقي بألف ألف خير، وإن شاء الله يا رب يعم الأمن والأمان والسلام على هذا الشعب المظلوم. أمنياتنا أن يتحقق أبسط شيء للشعب العراقي، أنه هو استقرار، راحة، زين الأمان، هذه أمنيات أي شاب عراقي، أمنيات أي إنسان عراقي. نهنى العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك، يا رب يعيدها على الصحة والسلامة على كافة شعبنا وقواتنا الأمنية في محافظة بابل، يتم الأمن والأمان في هذا. هسه حاليا الأجواء في محافظة بابل، بعض الناس طلعت تتوضع في شارع الجمعية، موجودة القوات الأمنية داخل الحلة متواجدة، يا رب يعيدها بصحة وسلامة وخير على محافظتنا الحبيبة بابل.
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم العربي والإسلامي جمعاء بالخير واليمن والبركة، ونسأل الله القدير العلي الأعلى أن يحل الأمن والأمان والسلام على بلادنا الحبيبة وعلى عاصمتنا الحبيبة بغداد، وأن يكفينا الله شر الأشرار والدواعش والإرهابيين وزول هذا الغم عن هذه الأمة.